يقول حفظك الله: رجل يمنع ابنته من السفر إلى زوجها في أمريكا في بلاد الكفر، وحجته أن الأبناء سينشأون نشأة غربية في بلاد كافرة، ولكن زوجها يريد أن تأتي إليه، هل يجوز له أن يستقدمها إليه ولو كانت عاصية لأبيها؟ أولا الزوج هذا إقامته في أمريكا لأي شيء، إذا كانت لدراسة ولا لشيء عارض ثم يأتي أو لعلاج فلا يمنعها أبوها، بل ذهابها معه أحسن، لأجل أن تعفه ولأجل أن تصونه. وهو إذا كان الزوج مستقيما فسيمنع أولاده ويمنع زوجه ويحفظهما ويحفظ الجميع حتى يرجع. أما إذا كان الزوج مقيما في بلاد الكفر، مقيم في بلاد الكفر، هذا لا يجوز، هو لا يجوز له يقيم في بلاد الكفر ويسكنها، ولا يجوز للزوجة أن تذهب إليه. نعم.